المجلس الوطني لمنظمات النساء الحركيات، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. بعد عقدها للمؤتمر مؤتمر المرأة الحركية قبل مزيد عن شهرين، اليوم يجتمع المجلس الوطني للمرأة الحركية لاستكمال الهياكل، أي انتخاب المكتب المسير إلى جانب بطبيعة الحال رئيسة المنظمة النسائية الحركية. ونحن في الحزب نشجع فعلا هذا التوجه، توجه لتقوية يعني مكانة المرأة في داخل الحقل السياسي والمحفل السياسي، لأن أولا هذه توصية من المؤتمر 13 للحركة الشعبية، وثانيا لأن اليوم يعني أصبح الحديث عن مكانة المرأة داخل المشهد السياسي هو حديث الساعة، ويجب فعلا أن يتقوى هذه المكانة لتحسين يعني دور المرأة، للدفاع عن حقوق المرأة، لأن لا يمكن أن نخفي أن لا زالت هناك عراقيل أمام المرأة نسعى إلى المناصفة، ولكن يعني نحن بعيدين عنها، لسنا بعيدين خصوصا في المجال السياسي وفي التقرير السياسي. اليوم احنا مجموعين في اطار الدوره الاولى للمجلس الوطني لمنظمات النساء الحركيات باش نكملوا الهياكل ديالنا ان شاء الله. اليوم موعدنا اننا ننتخبوا المكتب التنفيذي للمنظمه، وايضا ننتخبوا عضوات هذا المجلس التنفيذي، وايضا النقطه الثانيه اللي هي مدرجه في هذا المجلس الوطني هي اختيار رئيسه المجلس الوطني ونائبتها ان شاء الله. حاولنا اننا نقدموا واحد المجلس، واحد المكتب اللي هو متجانس، اللي كنحترموا فيه التمثيليه الجهويه، وان شاء الله مور هذا المجلس الوطني الاول غنقوموا باعداد خطه واضحه المعالم باش نحضروا ان شاء الله الدخول للانتخابات ديال 2021. وكنتمنى التوفيق لهذا المجلس الوطني الاول لمنظمات النساء الحركيات. اليوم لنا موعد مع اول دوره للمجلس الوطني، هذا المجلس الذي فيه تمثيليه لجميع النساء الحركيات عبر الاقاليم والجهات، تم استدعاؤهن من اجل محطه جد مهمه في تاريخ منظمه الحركه الشعبيه، وهو استكمال هياكل المنظمه. النقطة الأولى انتخاب رئيسة المجلس الوطني ونائبتها، وثانيا انتخاب المكتب التنفيذي باللائحة. بالطبع المنظمة، منظمة النساء الحركيات كما تعلمون، هي حاضرة كدرع موازن لحزب الحركة الشعبية من أجل تقويته، من أجل التواصل مع النساء عبر الأقاليم والجهات، سلك سياسة القرب، وكذلك يعني أن نفعل الجهوية الموسعة إن شاء الله بمعية الأمانات الجهوية للحزب وتحت الرئاسة الفعلية لسيد الأمين العام سيد محمد العنصر، وكذلك لأيقونة الحركة الشعبية السيدة حليمة عسلي.